مرحبا بكم مع حكيمة بلاسيما. كيما راكو تشوفو بسم الله، راني درت البيض باش نديرو المشوشة. استعملت 3 حبات بيض وقرصة ملح، وراني حنطلع بالباتور باش نديرو المشوشة مع صباح ربي. شوفوا البيض تاعي كيفاش طلعتو. دوك راني رايحين نحطو المقلاة تسخن باش ندير الزيت سخونة فوق الخليط تاعي. كيما راكو تشوفو بسم الله، انا هاد المشوشة راني حنديرها بالدقيق الرقيق، وراني حنستعمل 3 مغارف ونحبس ونشوفو على حساب البيض واش ياخد لنا. لا، وراني حنزيد هذاك الكيس تاع 10 غرامات تاع الخميرة. راني حناخد 2 مغارف تاع الزيت. ما قلت لكمش راهي سخونة، كيما راكو تشوفو نبداو نطلع في الخليط تاعي. انا ديما راني حنستعمل الباتر. بسم الله، كيما راكو تشوفو انا هنا استعملت 4 مغارف تاع الدقيق الرقيق، ما حبيتش نتقلها بزاف، حبيت المشوشه تاع نهار اليوم تجيني خفيفه بزاف. المقله تاعي راهي فيها الزيت ماشي بزاف كيما راكو تشوفو، وراهي سخنت ونقصو باش نبداو نديرو الخليط تاعنا. راني حبطتها كاع على مره. لا، شوفو كيفاش تحمرت، وراني رايحه نقلبها. كيما راكو تشوفو هي منزلها فوق النار، وانا راني حنعسلها، وهداك العسل يزيد يشرب. نخلوها غير فوق النار حتى تزيد تتحمر، ونوريلكم هاد المشوشة حاضرة في طبق التقديم. هاي الخبزة تاع المشوشة اللي حضرتها صباح ربي، قلتلكم نشربو بها قهوة. بسم الله، يعني حبيت نوريها لكم ونقول لكم هاد المشوشة تقدروا تحضروها في وقت غير خفيف. ان شاء الله العائلة تاعكم، ان شاء الله ولا درتوها قلكم تاكلوها بالصحة. وما بقى لي غير نقول لكم ديما تهلاو في صحتكم وفي امان الله.